الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم. توبيخ دولي لإسرائيل، عليكم التوضيح. إيران تتوعد إسرائيل ولا رد حتى الآن. والسيسي يبدأ ولاية ثالثة محاطة بالأسمات. أهلا بكم إلى الخامسة. إدانات دولية واسعة وتوبيخ غير مباشر لإسرائيل بعد استهداف فريق الإغاثة التابع لمنظمة المطبخ المركزي العالمي. التنسيق مع الجيش الإسرائيلي لم يمنع الاستهداف الذي راح ضحيته 4 من العاملين في الفريق. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أدان الهجوم وحث إسرائيل على إجراء تحقيق فوري، وقال إنه ورغم كل الدعوات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة لا نزال نرى وقوع المزيد من الضحايا. من جهته عبر فيليب لاتزاريني المفوض العام لوكالة الأونروا عن صدمته جراء الضربة. ورغم التصعيد المستمر في غزة، أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل أبدت مرونة في عدد من النقاط أثناء مفاوضات القاهرة. المصادر أشارت إلى مقترح لإنشاء 3 ممرات آمنة لعودة النازحين إلى شمال غزة. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول سياسي قوله إن المفاوضات إيجابية وإن حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن المفاوضات قطعت شوطا طويلا، الأمر الذي سيحرز إمكانية التقدم في الأيام المقبلة. ينضم إلينا من رفح جنوبي قطاع غزة مراسل العربية أحمد حرب. أحمد، أهلا بك إلى الخامسة. إذا المنظمة المطبخ المركزي العالمية أوقفت أو علقت عملها حتى الآن في غزة، هل علم إلى متى أم ليس هناك أي توضيحات بهذا الشأن؟ يعني حتى هذه اللحظة لم توضح إلى متى المنظمة القادمة سوف يكون هناك قرارات يعني قريبة جدا فيما يتعلق بعملها في قطاع غزة. هذه المنظمة هي صراحة تخدم مئات الآلاف من النازحين، نحن نتحدث عن أكثر من 400 موظف، أكثر من 60 نقطة، عشرات المطابخ موزعة في مناطق متفرقة من القطاع، تقدم الوجبات الغذائية اليومية لمئات آلاف النازحين في مناطق متفرقة من القطاع على وجه الخصوص في مدينة رفح، وبالإضافة أيضا إلى المساعدات الإنسانية الدورية التي توزعها بشكل مباشر على النازحين في مناطق متفرقة، وهي أيضا مسؤولة عن الخط البحري الذي يرسل من ميناء لارنكا إلى شواطئ مدينة غزة، هي مسؤولة عن استلام وتوزيع هذه المساعدات، وبالتالي ربما يكون هناك عرقلة لهذا المسار خلال الأسابيع القادمة. أحمد، لو استمر تعليق عملها، لا أدري إن كان تسنى لك لقاءات أو دردشة مع عاملين في منظمات مماثلة، هل هذا الاستهداف أخافهم؟ هل هناك من يريد مغادرة القطاع وعدم إكمال مهامه بعد الاستهداف بالرغم من التنسيق مع الجيش الإسرائيلي؟ طيب أحمد، أعتذر الإنسانية منك، مضطرون للتحول إلى باريس ونقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفرنسي ونظيره الأمريكية، نتابع. حفاوة الترحاب وعلى الحوار البناء الذي خضناه به، وأود أن أضيف بضعة نقاط. بالنسبة لأوكرانيا، ناقشنا أهمية الاستمرار في دعم أوكرانيا، هذا بالنسبة للوقت الراهن، كذلك ضمان أننا سنعمل على مساعدة أوكرانيا في إعادة بناء منظومتها العسكرية
وإعادة الإعمار وتدعيم ديمقراطيتها بشكل مستمر، وضمان أن تبقى أوكرانيا قادرة على أن تكون قادرة على الصمود اقتصاديا وعسكريا. وفرنسا كانت ريادية في هذا الجهد في الوقت المباشر في المساعدات المباشرة وكذلك على المدى البعيد، واستمرت في مساعدة أوكرانيا وكذلك استغلال لريادتها في دفع المزيد من الدول للتقدم والمشاركة في هذا الجهد. نحن نعمل يوميا لوقف نقل السلاح والمواد إلى روسيا لدعم منظومتها العسكرية من الصين تحديدا. هذا أمر ناقشناه اليوم. هذا ليس بالتهديد لأوكرانيا بل للأمن والسلام بشكل عام، وهذا أيضا يؤثر على فرنسا وعلى دول أوروبية. علينا أن نبذل كل الجهود الممكنة لوقف والحيلولة دون هذه المسألة، وأن نستمر بدعم قاعدتنا الصناعية وإنتاج الذخيرة الفرنسية والأوروبية والأمريكية. هي مهمة جدا لضمان أن أوكرانيا ستبقى قادرة على الصمود في وجه روسيا. علينا أن نبني قاعدة صناعة عسكرية قوية لتعزيز الدفاعات الأوكرانية، وهذا بالتعاون مع دول المنطقة. هذا من شأنه أن يعزز دفاعاتنا بإيجاد المزيد من هذه الفرص في الولايات المتحدة، فرص العمل في هذا القطاع. وكما أشار السيد ستيفان، نحن ممتنين لهذه الشراكة في أزمة الشرق الأوسط، ونعمل معا للحيلولة دون توسع رقعة الصراع من غزة إلى بقية المنطقة، وأن نصل إلى وقف إطلاق النار والإسراع في عودة الرهائن. وكما ذكرت، عندما يأتي الأمر للبنان ووقف أي فرص للتصعيد وإيجاد صيغة دبلوماسية، نحن نعمل معا لإيجاد مسار لسلام أكثر استدامة من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. دعوني أقول أيضا وأؤكد ما قاله ستيفان حول المسألة التي وقعت اليوم بالنسبة لمنظمة World Food Kitchen التي تعرضت لاستهداف. نحن نوجه بالغ تعازينا لأسرهم وزملائهم ممن فقدوا وممن جرحوا. وتحدثت لخوزي أندراس قبل أسبوع حول الجهود التي يشاركون فيها في غزة وكذلك في كثير من مناطق الصراع في دول العالم. يقومون بعمل مذهل جدا يوميا، يقدمون هذه المساعدات لمحاولة ضمان أن الشعوب التي تحتاج إلى المساعدة يحصلون على هذه المساعدة، بدءا من الأشياء الأساسية وهي الطعام من أجل البقاء. استهداف يوم أمس وهذا القتل، أعتقد أنهم هؤلاء أبطال دخلوا وسط النار ليساعدوا بشكل إنساني. لابد من أن يحظوا بحماية.
وما كان ليجب أن يكون هناك وضع من مثل هذا نواجهه في استهداف هذه الشاحنات. تحدثنا مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية حول هذه الحادثة ودعوناهم لإجراء تحقيق سريع حيادي ودقيق للتوصل إلى نتائج وأسباب هذا الاستهداف، وأن عليهم أن يبذلوا مزيد من الجهود لحماية الأبرياء من رجال ونساء وأطفال، وكذلك الدفع لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وأخيراً اسمحوا لي القول، كما سمعتم من ستيفان تحدثنا عن قضايا أخرى. أظن أننا نرى تقاطعاً مهماً في المصالح بين الولايات المتحدة وفرنسا، ونعمل معاً لضمان هذه المصالح في المنطقة، منطقة المحيطين الهادي والهندي، وهذه المنطقة الواسعة التي نعمل فيها معا ونتشارك الأفكار ونضمن على حركة الأفراد في هذه المنطقة. وكذلك تحدثنا عن قمة باريس للمناخ، وأيضا إيجاد البدائل الخضراء البيئية. وأشكركم أيضا على كثير من الأدوار القيادية في كثير من القضايا، مسألة الفضاء السبراني، الحوكمة والقيم المشتركة والمصالح المشتركة. من المناسب أن نحتفي أيضا الذكرى 80 للتحرير و75 للناتو، التحالف الذي جمعنا معا. والتحرير هو تذكرة لنا لماذا قررنا أن نأتي ونجتمع ونشكل هذا التحالف لضمان ألا تقع ما يشبه الحرب العالمية الثانية، وأننا سنبقى نراعي بعضنا ونهتم ببعضنا، وبالتالي نعمل على ذلك. إذن مشاهدينا، كنا مع هذا المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي. وزير الخارجية الأمريكي قال بأنه يجب ألا تتوسع الحرب في غزة، كما طالب بفتح تحقيق بمقتل عمال الإغاثة هناك، وتحدث على صعيد الحرب في أوكرانيا على أنهم يعملون على وقف نقل الأسلحة إلى روسيا. بدوره أيضا وزير الخارجية الفرنسي ندد بالهجوم الذي استهدف عمال الإغاثة في غزة، كما أنه طالب بعدم التصعيد الإقليمي خصوصا في لبنان. إذن هذا باختصار ما جاء في كلمة وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والفرنسي ستيفان سيجورني. الجيش الإسرائيلي أقر باستهداف قافلة الإغاثة في غزة، وقال المتحدث باسم الجيش إن نتيجة الهجوم مأساوية. أما نتنياهو فوصف الضربة بالحادث المأساوي وغير المتعمد. لقد قمنا بمراجعة الحادث على أعلى المستويات لفهم ملابسات ما حدث وكيف حدث، وسنفتح تحقيقا لفحص هذا الحادث الخطير بشكل أكبر، وهذا سيساعدنا على تقليل مخاطر تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى. كيف تعمل منظمة World Central Kitchen في غزة؟ وكيف تم الاستهداف؟ تساؤل تجيبنا عليه الزميلة رفاه السعد. جهود الإغاثة في غزة تتعثر، عقبات تلو الأخرى تلاحق المنظمات الإنسانية، آخرها منظمة World Central Kitchen. المنظمة أعلنت مقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية في قطاع غزة، يحملون جنسيات أستراليا وكندا ومن بولندا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا. على إثرها قررت المنظمة تعليق عملياتها في القطاع
بشكل مؤقت. المنظمة كشفت أن فريقها كان يتحرك في سيارتين تحملان شعار المنظمة، وتم تنسيق تحركاته مع الجيش الإسرائيلي، لكن رغم ذلك تم استهداف الموكب الذي كان يتحرك من مستودع في دير البلح بعد نقل أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية. المديرة التنفيذية للمنظمة إيرين غور اعتبرت الحادث هجوما على كل المنظمات الإنسانية. نذكر هنا مشاهدينا أن المنظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، تقدم الوجبات الطازجة استجابة للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية. حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة إيناس حمدان. أهلا بك أستاذة إيناس. إلى الخامسة، الأكيد بأنه أنت على تواصل مع باقي المنظمات الإغاثية العاملة في غزة، وتحديدا هذه المنظمة التي تم استهدافها. هل لديك أي معلومات متى سيتم استئناف عمل هذه المنظمة؟ أهلا بك. يعني بالتأكيد الأونروا تتواصل مع باقي المنظمات الدولية والتي تعمل في المجال الإنساني، لدينا تواصل مع هذه المنظمة أيضا، ولكن فيما يتعلق بهذه المعلومة تحديدا متى ستستأنف عمليات الاستجابة من منظمة المطبخ المركزي العالمي، ليس لدينا تفاصيل واضحة حتى هذه اللحظة. طيب أستاذة إيناس، كيف برأيك يؤثر هذا الموضوع على باقي العاملين في المنظمات الإغاثية المتواجدة في غزة؟ بالتأكيد يعني هذا الحادث صادم ومؤلم ومأساوي. هؤلاء عاملون في المجال الإنساني، كانوا في مهمة إنسانية، يقدمون الوجبات، يحضرونها، يعملون على إيصالها للسكان الذين هم يعيشون أصلا حالة جوع حقيقية. هذا حادث مأساوي للغاية، سيكون له أثر ربما سلبي على طريقة تقديم الاستجابة وإدارة الاستجابة الإنسانية. العاملون في المجال الإنساني وما يتعلق بمكاتبهم أو مركباتهم وحتى المخازن والمكاتب التي تتبع لأي مؤسسة تعمل في المجال الإنساني لا يجب أن تكون هدفا بأي حال من الأحوال. هؤلاء أشخاص يعملون في المجال الإنساني، هذه ربما ليست أول مرة. يعني نحن حتى في الأونروا كنا قد أعلنا منذ أيام عن ارتفاع عدد القتلى لدينا في صفوف الموظفين. لدينا، نحن نتحدث الآن عن 173 موظف أونروا قتلوا خلال هذه الحرب الطاحنة على قطاع غزة. مرة أخرى، العاملون في المجال الإنساني لا يجب أن يكونوا هدفا. وبالتالي كيف ينعكس ذلك أيضا أستاذة إيناس على المدنيين في قطاع غزة الذين يعني يعتشون من وراء عمل هذه المنظمات أو خدماتها على مختلف الأصعدة، لا نتحدث فقط الغذائية وإنما أيضا الطبية وغيرها؟ بالتأكيد يعني الأثر السلبي سيكون بالتأكيد الأكبر على السكان المدنيون، على الأطفال، على النساء الذين هم بالأساس بحاجة لكل المساعدات الغذائية وغير الغذائية التي تقدمها سواء الأونروا أو باقي المؤسسات الأممية أو الدولية. الأوضاع المأساوية، الأوضاع المعيشية المأساوية للغاية، في التحديات والعراقيل التي تقع أمام تقديم المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدات الغذائية، المستلزمات الطبية، الأدوية وما إلى ذلك، كل هذه عقبات توضع أمام الأونروا وغيرها من المؤسسات في تقديم الاستجابة الإنسانية المهمة جدا في هذه الفترة. نحن نتحدث عن نقص حاد أصلا في المواد الغذائية، عن حالة مجاعة وشيكة في مناطق غزة والشمال. ما يدخل من المساعدات وتستلمها الأونروا لا يتعدى 160 شاحنة في المتوسط، وهذا لا يكفي بالتأكيد للحاجات المهولة للسكان. المطالب الأممية كانت ولا تزال وتطالب بزيادة إدخال المساعدات الغذائية. شكرا جزيلا لك القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة إيناس حمدان، شكرا لك. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. مرشد إيران يتوعد إسرائيل ويحمل واشنطن مسؤولية الهجوم على السفارة في دمشق.
أهلا بكم من جديد. نواصل الخامسة من سوريا، إذ أعلنت وسائل إعلام إيرانية ارتفاع حصيلة الضربة الإسرائيلية على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق إلى 13 قتيلا، بينهم 7 إيرانيين. وكان المتحدث باسم هيئة الرئاسة بالبرلمان الإيراني نظام الدين موسوي قد أشار إلى أن الهجوم يشكل انتهاكا لجميع المعاهدات الدولية. ستندم على هجومها على القنصلية الإيرانية في سوريا. بهذه الكلمات توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بالثأر من إسرائيل وفق وسائل أعلام إيرانية، والذي ذكر أن مستشار لخامنئي يقول إن المسؤولية الأمريكية قائمة سواء كانت واشنطن على علم بالهجوم الإسرائيلي على بعثة طهران أم لا. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست أن تل أبيب تعمل في كل مكان وفي كل يوم لمنع أعدائها من اكتساب قوة. جالانت أضاف أنه ثمن العمل ضد إسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، سيكون باهظا جدا بحسب تعبيره. تساؤلات عدة برزت بعد ضربة السفارة عن الوجود الإيراني في سوريا وتحديدا الوجود العسكري هناك. هناك ما لا يقل عن 570 موقعا عسكريا تابعا للميليشيات الإيرانية في سوريا وفقا لإحصائية مركز جسور للدراسات في يونيو الماضي. أما العناصر فيبلغ عددهم 65,000 يتوزعون في مناطق سيطرة الحكومة السورية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبعد سيطرة النظام السوري على مناطق الجنوب عام 2018 شكلت إيران 16 مجموعة مقاتلة محلية تحت لواء حزب الله السورية. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أعرب عن قلقه إزاء الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وحذر من أن أي تصعيد بعد تهاو طهران بالانتقام. نشعر بالقلق إزاء الضربة الإسرائيلية المزعومة على مبنى دبلوماسي إيراني في العاصمة السورية دمشق واستهداف القنصلية. حقا في هذا الوضع الإقليمي المتوتر للغاية، من المهم ضبط النفس لأن المزيد من التصعيد في المنطقة لا يصب في مصلحة أحد. ومشاهدينا، نتابع هذه الصور الحصرية لقناة العربية لصور بمحيط السفارة الإيرانية في دمشق التي تم استهدافها من قبل إسرائيل وأدت إلى سقوط العديد من القتلى بينهم قيادات في الحرس الثوري الإيراني. نعود إلى باريس، من حيث بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته الأوروبية الجديدة. وخلال مؤتمر مع نظيره الفرنسي أكد بلينكين العمل على وقف نقل الأسلحة إلى روسيا. وفيما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط أشار بلينكين إلى التوافق بين باريس وواشنطن للحيلولة دون توسع الصراع. من جهته أدان وزير الخارجية الفرنسي الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عمال الإغاثة الدوليين في غزة.
ينضم إلينا من باريس حسين قنايبر مدير مكتب العربية في فرنسا. حسين أهلا بك. ذكرنا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا. هل من أمور اتفق عليها الجانبان ولم يعني يصرحا بها في مؤتمرهما الصحفي؟ في الواقع المؤتمر الصحفي ما زال مستمرا، ولكن طبعا قبل انعقاده كانت فرنسا والولايات المتحدة أكدتا أن الصداقة والتحالف اللذين يجمعان بينهما وثيقان جدا، وذلك فيما يتعلق بعدة مسائل إقليمية ودولية. كان أكد أن النقاش بين بلينكين والمسؤولين الفرنسيين ومن بينهم الرئيس ماكرون الذي سيستقبل وزير الخارجية الأمريكي مساء اليوم في قصر الإليزي، بالإضافة إلى لقاء بلينكين مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، بلينكين سيناقش قيل مسبقا مع المسؤولين في فرنسا القضايا المتعلقة أولا بضرورة مواصلة دعم أوكرانيا على جميع المستويات اقتصاديا وماليا وإنسانيا وعسكريا، عسكريا على مستوى تقديم الخبرات والأسلحة، وأيضا الوضع في قطاع غزة الذي كان محور نقاش بين وزيري خارجيتي الولايات المتحدة وفرنسا، أيضا الوضع في السودان. تعرفين أن فرنسا تحضر لمؤتمر دولي إنساني كبير ستستضيفه في 15 من هذا الشهر لمناقشة الوضع الإنساني في السودان، وكذلك أيضا سيناقشان القضايا المتعلقة، بل هم ناقشاها خلال اللقاء الذي انتهى للتو، القضايا المتعلقة بالتحضيرات لقمة حلف الناتو التي ستنعقد في واشنطن. لو سمحت لي سريعا أن أتطرق إلى القضايا التي ذكرها الوزيران في المؤتمر الصحفي. أولا بالنسبة للضربة الإسرائيلية حسين، لأن حسين اسمح لي لأن الوقت ضيق جدا، أود أن أعقب معك على نقطة أساسية ذكرتها وهي ما تحضره باريس بشأن الملف السوداني. هل هناك مبادرة ستقترحها؟ نعم، هناك في الواقع مؤتمر دولي سينعقد بالتنسيق بين فرنسا وعدة جهات دولية وأوروبية من ضمنها ألمانيا برعاية الأمم المتحدة. طبعا ستكون هناك مقترحات تتعلق خصوصا بمعالجة التداعيات الإنسانية لما هو حاصل في السودان. بالنسبة للشق السياسي سيعلن ذلك في حينه كما علمنا. لو سمحت لي كريستيان سريعا أن أجول على ما قاله وزيران. هما تحدثا إذن دانا بشدة الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عمال إغاثة دوليين في قطاع غزة، يعني تحديدا العاملين الإنسانيين، وتطرقا إلى ضرورة التوافق حول تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في غزة. تطرقا إلى الوضع في لبنان، فتشاركا في القول أنهما يعملان على منع التصعيد الإقليمي خصوصا فيما يتعلق بلبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن هذا التصعيد لا أحد يريده، لا إسرائيل ولا حزب الله ولا إيران ولا لبنان، وبالتالي يجب العمل على عدم حصول هذا التصعيد الإقليمي. وأخيرا بالنسبة للضربة الإسرائيلية التي استهدفت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، قال وزير الخارجية الأمريكي ما زلنا نعمل على التحقق مما حصل تحديدا، فيما امتنع وزير الخارجية الفرنسي عن التعليق. شكرا كريستيان. جزيلا لك حسين قنايبر مدير مكتب العربية في فرنسا، كنت معنا مباشرة من باريس. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. 25 قتيلا على الأقل في حريق إسطنبول اندلع في أحد المباني وخلف قتلى وجرحى. أحييكم من جديد ونتابع من مصر. لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وجاء ذلك بعد فوز السيسي بنسبة 89.6% في الانتخابات التي أجريت نهاية العام الماضي.
وفي كلمته بعد أدائه اليمين الدستوري أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأولوية ستكون لصون وحماية أمن مصر في محيط مضطرب، مشيرا إلى أن أمن مصر وسلامة شعبها هو الخيار الأول وفوق كل اعتبار. السيسي قال أيضا أن مصر محاطة بالأزمات، لافتا إلى أن التحديات المحيطة ببلاده لم تكن بالزخم الراهن من قبل. الرئيس المصري تعهد أيضا باستكمال مسيرة بناء الوطن وبناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والأداب والفنون، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها على الشباب وتعظيم الاستثمارات. ما بين محاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث، وهي التحديات التي لم يكن لنا أن نصمد في وجهها لولا عراقة شعبنا العظيم. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ المصري. أهلا بك دكتور عبد المنعم. يعني البعض ينتقد الرئيس السيسي بأنه دائما عند كل قسم يردد نفس الوعود، ولو كان قادرا على الإفاء بها لكان فعلها في الولاية الأولى والولاية الثانية. باعتقادكم هل ستكون الولاية الثالثة مختلفة؟ أنا عندي مشكلة مع كلمة البعض دي، لأني ما أعرفش هم مين. الشعب المصري هو البعض، ولا بعض ده من خارج مصر، ولا بعضه من القوى المعادية لمصر؟ هم من مراقبي الشأن المصري يا دكتور عبد المنعم. إذا نقول عليهم المراقبون، وفي هذه الحالة مراقبون صحفيون أو من مراكز بحوث، لابد أن نحدد هذا التعبير، لأنه الرئيس أوفى بكل عهوده، وهو قال سوف أجعل مصر دولة متقدمة وقد جعلها دولة متقدمة. حمى مصر وأمنها من مغامرات خارجية أو التورط في أمور تمسها، واستمرت مصر على مدى العشرة سنوات الماضية دولة محررة ليست محتلة، ذات علاقات قوية مع أشقائها العرب ومع القوى الكبرى جميعا. أوفى بوعوده من ناحية أنه جعل أمورا كثيرة في مصر ذات طبيعة يعني تأسيسية لحالة مصرية لا تعتمد فقط على نهر النيل، وإنما هي ممتدة إلى البحرين الأحمر والأبيض، ذات وزن عالمي كبير. وضح في هذه الأزمة الأخيرة جميع الأشقاء وغير الأشقاء أيضا يطلبون جهود مصر في الأزمة الراهنة. هل مصر تعاني من أزمات اقتصادية؟ الإجابة نعم، لأن العالم يمر أيضا بأزمات اقتصادية، لكن لم يحدث أن مصر يوجد فيها مجاعة، ولا يوجد فيها أنها لم توفي بدفع قسط دين، ولا يوجد فيها أزمة مساكن، ولا أزمة مرور، ولا أزمة كهرباء. فالوعود التي يذكرها الآن لاستكمال هذه المسيرة أعتقد أنها هو قادر تماما على أنه يوفي بها، لأن الشعب المصري يريد أن يوفي بها. أصبحنا الآن أكثر في مصر أكثر استعدادا لعملية تنمية متقدمة وسريعة. طيب بموضوع الأمن، يعني إلى أي مدى يمكن فعلا صيانة أمن مصر وسط التحديات الراهنة؟ إلى مدى كبير. مصر لم يعني رغم وجود أزمة كبيرة جدا في السودان، أعتقد أن مصر نجحت بخليط من السياسات لاستيعاب بعض المهاجرين، محاولة التواصل مع أشقائها العرب، مع الفرق المتحاربة في السودان. هذا جهد جاري، وهو لم يمس صميم مصر بأي يعني أمر يؤدي إلى عدم استقرارها. نفس المسألة تتعلق بموضوع غزة. كلام مصر كان واضحا، الخط الأحمر واضح، أننا نريد الشعب الفلسطيني أن يستمر
داخل فلسطين وداخل غزة، لأن ذلك هو جوهر القضية الفلسطينية، وأن مصر لن تقبل بوجود نكبة أخرى. أعتقد هذه الرسائل وصلت لكل من يهمه الأمر، سواء كان إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. على المستوى الاقتصادي، هل المساعدات الخارجية كفيلة بأن تنتشل مصر من أزمتها؟ مصر لا تحصل على مساعدات خارجية، مصر تحصل على قروض تقترض بها كما تفعل كل دول العالم. وبالتالي مصر مستمرة في، كما قلت، لم يحدث إطلاقا في مصر في تاريخها إن هي لم توفي بقسط واحد من هذه الديون. نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المصري ليست مقلقة وليست كبيرة مقارنة بدول كثيرة في العالم. علينا أن نقارن الدين المصري بالدين التركي على سبيل المثال، أو الدين الكوري الجنوبي، أو حتى الدين الأمريكي. يعني يوجد لدى دول كثيرة ديون تقاس دائما بالناتج المحلي الإجمالي. البعض في هذه الحالة، أذكر الاقتصاديين يعني الذين يعرفون، يقيسون هذا الدين بحجم الصادرات، وهو بالفعل يكون كبيرا في هذه الحالة، وذلك تحدي على مصر أن تواجهه خلال المرحلة المقبلة، وأعتقد أنها سوف تنجح فيه. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. شكرا. نبقى في مصر، فخلال شهر رمضان اعتاد المصريون على الإقبال بأعداد كبيرة على موائد الرحمن. هذا التقليد المصري العريق بات أقل حضورا اليوم، وسبب هو الأزمة الاقتصادية وموجة التضخم. موائد الرحمن تتزامن هذا العام مع موجات غلاء غير مسبوقة. أسعار أغلب السلع التي تتكون منها الموائد مثل الأرز والمكرونة زادت بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة وصلت إلى 50% بعد قرار التعويم. هذا الواقع انعكس بدوره على أعداد الموائد المنتشرة في شوارع القاهرة، حيث أعلن عدد من رواد الخير عن تعذر إقامة موائد هذا العام، وهو ما أسفر عن تقلص أعداد الموائد مقارنة بالعام الماضي. هو أكيد طبعا أثر بشكل كبير، لأن طبعا الموارد الغذائية أسعارها عليت، واللي كان مثلا بيعمل أكل حتى لو بنسبة قليلة دلوقتي مش هيقدر يعمل بالنسبة نفسها، لأن الأسعار كلها غليت. هو فعلا أثرت، لأن العدد دلوقتي أقل في المائدة، بدل ما تسعة مثلا 50 فرد لا بقت تسعة 30 مثلا. بعض الموائد الأخرى قلصت من أعداد الوجبات المقدمة، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية في تقليص أعداد التبرعات. ولكن ورغم هذه الظروف، يحرص الكثير من أصحاب الموائد على توفير هذه الخدمة المجانية لملايين الصائمين بغض النظر عن ارتفاع تكاليفها، ويحرصون أيضاً على أن لا تتأثر الموائد سواء من حيث الكميات أو الأصناف للوجبات المقدمة للصائمين. احنا كل سنة الحمد لله نفس الأعداد بنفس الوجبات، بالفراخ بالرز بالطبيخ بكل حاجة، واحنا واخدين النية وهو ربنا بيوفق والحمد لله ماشية أحسن ما احنا كنا متوقعين. ستبقى موائد الرحمن قائمة ومنتشرة في شوارع مصر خلال رمضان حتى وإن تأثرت أو قلت أعدادها، وسيجد الملايين دائما الموائد التي تحمل الطعام لهم ولغيرهم من الصائمين. إلى حريق اسطنبول الذي ذهب ضحيته حتى الآن 25 شخصا. الحريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول، بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة، فيما أصيب عدة أشخاص بجروح منهم إصاباتهم خطيرة، وأضاف بأنه تم فتح تحقيق بالحادث.
وفي الولايات المتحدة يسعى ترامب لتجنب السيناريو الأسوأ، حيث يقدم سندات بقيمة 175 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك. خطوة ترامب جاءت لتجنب مصادرة أصوله من قبل سلطات الولاية، فهو مطالب في الأصل بدفع 454 مليون دولار. لكن محكمة الاستئناف أوقفت في 25 من مارس الماضي تنفيذ الحكم شرط أن يدفع 175 مليون دولار خلال 10 أيام. وفي صراع الرئاسة بين ترامب وبايدن، أبدى الأخير غضبه من استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجعه، مشيرا إلى أن سبب التراجع يعود للصحفيين ولتغطياتهم السلبية. يبدو أن التغطية الإعلامية لاستطلاعات الرأي التي تظهر تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن بدأت تثير غضب الرئيس. خلال حملته الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، لطالما اتهم الرئيس بايدن الصحفيين بتغطية الاستطلاعات السلبية بدلا عن الاستطلاعات التفضيلية. يؤكد البيت الأبيض وحملة بايدن أن يوم الانتخابات بعيد جدا عن الاعتماد على استطلاعات الرأي، لكن الرئيس أظهر بوضوح أنه منزعج من الطريقة التي تعاملت بها الصحافة مع استطلاعات رأي الناخبين. إنها الهواية المفضلة لدى جميع السياسيين إلقاء اللوم على الصحفيين عندما تسير الأمور عكس ما يريدون، ولكننا ببساطة ننقل الحقيقة. ليست وظيفتنا هنا أن ننقل أخبارا تسر الرئيس. بدلا من إلقاء اللوم على الصحفيين، على الرئيس أن يقوم بعمله على أفضل وجه، وعليه أن يتأكد أن رئاسته تتوافق مع إنجازاته فقط. تلقى بايدن بعض استطلاعات الرأي الإيجابية هذا الأسبوع. أظهر استطلاع أجرته بلومبرغ أن بايدن يتخلف عن ترامب بين جميع الناخبين في 7 ولايات تشهد منافسة، لكنه يقلص الفجوة خاصة في ولايات الجدار الأزرق وهي ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. الرئيس في مكان مألوف للغاية. بايدن أنجز كثيرا للاقتصاد، معدل البطالة أقل من 4%، سوق الأسهم سجلت أرقاما قياسية، لكن بالنسبة للعديد من الناخبين لا يمنحون الرئيس الفضل بذلك. ربما هم متخوفون من مرحلة مشابهة لمرحلة الوباء. على الرئيس أن يكثف من رسائله لهؤلاء الناخبين. الرئيس يرفض الاستجابة لحقيقة بديهية في التغطيات الإعلامية للحملة، وهي أن استطلاعات الرأي السلبية بحكم طبيعتها تجتذب المزيد من اهتمام الصحافة. ريتا سليمان، العربية، البيت الأبيض. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية الخامسة. أشكر طيب متابعتكم وألقاكم غدا في نفس الموعد. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.